النرجسي الخجول أخطر القوارض البشرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أحبائي؟ أتمنى أن تكونوا في أفضل حال. معكم كوتش نعمان زريوح في حلقة جديدة من فضفضة مع نعمان. اليوم يوم أحد، موعدنا المعتاد مع فضفضة مع نعمان. فضفضة هذا اليوم ستكون فضفضة حصرية خطيرة، سيكون جوابا عن سؤال لإحدى متتبعات هذه القناة الكريمات. خلاصته هو كوتش نعمان شريكي نرجسي، أنا متأكدة 100% جميع الصفات تنطبق عليه، ولكن هو خجول، هو محتشم، هو ليس خجولا فقط مع الآخرين بل معي أنا أيضا في المنزل. ما هذا يا كوتش؟ هل هو فعلا نرجسي؟ هل هذه الصفات تنطبق على النرجسيين؟ من فضلك أجبني. أختي العزيزة، لقد وضعت الأصبع على الجرح. العديد من ضحايا النرجسيين يعانين في صمت من النرجسي الخجول، هذا النرجسي الخطير الذي لا يظهر للعيان، ولكن حان الأوان لكي نفضحه، حان الأوان لكي نكتشفه. هذه الفضفضة سوف تنقذ حياة الكثيرين. لماذا؟ لأننا سوف نكتشف معا أخطر النرجسيين، إنه النرجسي الخجول. قبل البدء لايك ليصل هذا المحتوى الخطير لأكبر عدد من ضحايا النرجسيين، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس. ومرحبا بكم أحبائي في هذه الحلقة الخاصة من فضفضة مع نعمان. قبل البدء وكالعادة أذكر أنني أتوجه للمرأة على أنها ضحية فقط للتبسيط. إذا كنت رجلا وضحية لامرأة نرجسية فما عليك سوى قلب الأدوار. كما أذكر أنه تحت هذا الفيديو في خانة الوصف هناك رقم واتساب لمن يحتاج لاستشارات شخصية معي مباشرة. أختي العزيزة، النرجسيون أنواع، خطورتهم تختلف على اختلاف شخصيتهم، على اختلاف البيئة التي نشأوا فيها، وعلى اختلاف المجتمع الذي يعيشون فيه. هناك نرجسيون ظاهرون، نرجسيون خفيون، سيكوباطيون، نرجسيون كرماء إلى آخره. ولكن هنا واليوم وحصريا سوف نتحدث عن نوع خطير جدا من النرجسيين. هم لا يكادون يظهرون في المجتمع ولكنهم يتعايشون معنا في العلاقات العاطفية، في العمل، في الأسرة، في الصداقة إلى آخره. ولكنهم من أخطر النرجسيين وأشدهم فتكا، إنهم شياطين بشرية. هذا النوع هو النرجسي الخجول. أختي العزيزة، يا صاحبة هذه الفضفضة، أنا أهنئك، حدسك في محله، أنت ضحية نرجسي، ولكنك ضحية نرجسي من طينة خاصة جدا، من طينة خطيرة. هذا النرجسي الخجول بين قوسين ليس خجولا، لأن هذا الخجل ليس خجلا صحيا، ليست الحشمة، الحياء، الوقار، التدين الذي هو صفة حميدة، لا، هو خجل من نوع شيطاني، إنه الخجل الشيطاني النرجسي. الخجل الذي نتحدث عنه في هذه الفضفضة هو سلاح، هو قناع يستعمله النرجسي لكي يخدع الآخرين، لكي يؤثر عليهم، لكي يلبس لباس التدين الورع. وهنا أريد أن أنبه من النرجسي المتأسلم المتدين الذي يستعمل الخجل الوقار لكي يتلاعب بالآخرين، لكي يدمرك في صمت. أختي العزيزة، انزل الآن لخانة التعليق واحكي لي عن تجربتك مع النرجسي الخجول، كيف أنه بالفعل خجول ولكن أسلحته مدمرة. هو يواجهك بالصمت العقابي، هو يحتقرك، هو يقلل
من قيمتك لا يتركك تدرسين تعملين تحت غطاء الدين، وبأنه قوام عليك، ولكنه بطبيعة الحال لا يقوم بواجباته بمسؤولياته المادية المعنوية العاطفية إلى آخره، ولكنه يحطمك في بطء، هو يقتات من طاقتك، ولكنه في المقابل يبدو خجولا، لا يعنفك، لا يضربك، ولكنه يضرب أنوثتك، يضرب كرامتك، يحطم ثقتك في نفسك بشكل سلبي، أي بشكل غير مباشر. وهذا النوع هو من أخطر الأنواع، لأنه لا يترك دليلا وراءه. النرجسي الخجول هو كائن منافق متلمق، يظهر في المجتمع على أنه طيب، ولكنه في الحقيقة يبحث عن مصالحه عن طريق نفاق الآخرين، عن طريق طأطأة الرأس. يظهر على أنه خجول، على أنه مؤدب، على أنه طيب، على أنه مؤمن، ولكنه في الحقيقة ماكر خبيث. هو يتقرب من صناع القرار في العمل، يتقرب بطبيعة الحال من المدراء في الشركات، يحاول أن يتلاعب بالجميع تحت غطاء الخجل والدين، وهو أيضا يمارس هذه الحيل الشيطانية معك أنت ومع عائلتك. ولهذا يا أختي العزيزة، فعندما تواجهين أسرتك بأنك ضحية لنرجسي، فهم سوف يستهزئون بك، بل وسوف يتهمونك بأنك لا تحمدين الله، بأن شريكك هو أروع شريك، بأنهم يحسدونك عليه. هل هذه هي حالتك؟ أخبريني في خانة التعليق. ولهذا فأنت مقيدة، لا تستطيعين مواجهته، لا تستطيعين أن تشتكي به، لأنه لا يترك دليلا، هو خجول. هنا سوف أفتح قوسا يا أختي العزيزة، أريد أن أنبه لنقطة مهمة جدا، هي أن العديد بل غالبية النرجسيين الخجولين هم قد عانوا في طفولتهم من صدمات خطيرة جدا، من اعتداءات، وهذه الاعتداءات فهي التي حطمت شخصيتهم منذ الطفولة وجعلتهم خجولين. ولكن هم يستعملون هذا الخجل كسلاح، لأنهم لا يثقون بالآخرين. عدم الثقة هذا قد نما منذ الطفولة وأصبح متأصلا في شخصيتهم، ولهذا فقد يقول لك النرجسي الخجول: أنا لا أثق بأي أحد. هل هذه حالتك؟ أخبريني في خانة التعليق. هنا أقفل هذا القوس، وحذاري من النساء النرجسيات اللواتي يستعملن الخجل، الحياء، الدين لكي يتلاعبن بالآخرين. حذاري ثم حذاري، لأن الخجل هو من أخطر الأساليب المستعملة من طرف المرأة النرجسية. إذن يا أختي العزيزة، يا صاحبة هذه الفضفضة، فأنا أهنئك لأنك قد كشفت عن واحد من أخطر أنواع النرجسيين، إنه النرجسي الخجول، أخطر القوارض البشرية. هو من النوع الخفي السيكوباتي، ولكن هو أخطر بكثير. لماذا؟ لأنه يضرب في صمت، لأنه ثعبان يلدغ ويختفي، لا يترك أثرا. وهذا النوع هو من النوع المتشائم، النوع الذي يتحدث في الأظهر، النوع الذي يشوه السمعة، والذي ينظر دائما للعالم بمنظار أسود. هو يمتص طاقة الآخرين. عندما يدخل المنزل فهناك طاقة سلبية تخيم على المكان. هل تشعرين بهذه الطاقة السامة؟ أخبريني في خانتي التعليق. إذن حذاري ثم حذاري من النرجسي الخجول، هذا النوع الخطير جدا من النرجسيين، والذي حان الدور عليه لكي نكتشفه بدوره ولكي نعريه. أختي العزيزة، في نهاية هذه الفضفضة الخاصة مع نعمان، أريد أن أحذرك من خطورة النرجسي الخجول، هذا النوع الجديد الذي لم تكوني تعرفينه بطبيعة الحال، وحان الأوان لكي ينضاف لقائمة النرجسيين الخطيرين الذين سمموا حياتنا، الذين يتربصون بنا،
الذين يريدون تحطيمنا، الذين لا يستطيعون أن يعيشوا مستقلين منفردين بحياتهم، لأنهم بدون شخصية، لأنهم فارغون من الداخل، لأنهم شياطين لا يستطيعون أن يتركوا الناجحين ينجحون، لا يستطيعون أن يتركوا السعيدين يبتسمون، لا يستطيعون أن يتركوا الطيبين يعيشون في سلام. ودورنا في هذه القناة هي فضح هذه الحشرات، هي تدميرهم، هي تحطيمهم، هي كشفهم، هي تنبيهكم يا إخواني وأخواتي من خطورة التعامل معهم. ولهذا فأنا أردد دائما وأبدا بأن الحل الأول والأخير في مواجهة النرجسيين بجميع أنواعهم وأيضا النرجسية الخجول، الحل هو الانفصال وقطع الاتصال. إذا أعجبكم هذا الفيديو الخطير المرجو وضع لايك، مشاركته على أوسع نطاق لتعم الفائدة. في الوصف سوف أترك لكم روابط فيديوهات أخرى لتشاهدوها، رابطا لتتواصلوا معي، روابط صفحاتي الاجتماعية ورابط موقعي الإلكتروني. في الوصف أيضا هناك رابط واتساب مهم جدا لمن يحتاج لاستشارات شخصية معي مباشرة حتى تنتقل حياتك لمستوى أعلى بمشيئة الله. قبل أن أغادر وكالعادة سوف أترك لك سؤالا أنتظر جوابك عنه على أحر من الجمر أسفل هذا الفيديو في خانة التعليق. هذا السؤال هو: هل بالفعل شريكك من النوع الخجول؟ أجيبيني الآن وفورا أسفل هذا الفيديو في خانة التعليق. تعلمين أن خانة التعليق في هذه القناة هي منبر ضحايا النرجسيين. موعدنا بحول الله تعالى يتجدد في الفيديو القادم، وكالعادة أحبائي كونوا سعداء.